ساركيس تشوباريان محلل أسواق عالمية في مجموعة إيكويتي جروب ينضم إلينا. أهلا ومرحبا بك معنا ساركيس. دعني أبدأ من أبرز ما نراقبه خلال هذا الأسبوع، وهو اجتماع الفيدرالي بعد تمرير حزمة التحفيز المالي بواحد فاصل تسعة تريليون دولار في أمريكا. إلى أي مدى تتوقع مفاجآت من الفيدرالي خلال هذا الأسبوع؟ الآن الأسواق المالية تنتظر بفارغ الصبر قرار الفيدرالي الأمريكي بما يخص سياساته النقدية، على أمل أن يقدم الفيدرالي الأمريكي المزيد من التحفيزات، وتحديدا في محاولة لإيقاف عمليات البيع المكثفة التي تشهدها أسواق السندات الأمريكية، والتي دفعت في العوائد للارتفاع بشكل كبير جدا. ونلاحظ بأن هنالك حالة من القلق من أن يخيب الفيدرالي الأمريكي ظن العديد من المتابعين، والذين يأملون في أن يتدخل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في عوائد السندات، إذ أن الفيدرالي الأمريكي بالفعل قدم الكثير من التحفيزات الاقتصادية خلال الفترة الماضية وخلال العام الماضي. ولا أستبعد أبدا أن لا يقدم الفيدرالي شيئا مباشرا كتدخل في أسواق السندات، بل ربما قد يشير إلى أنه سوف يراقب أسواق العائد وأسواق السندات ويتخذ لاحقا الإجراءات في حال تطلب الأمر. نعم. ذلك، لكن باعتقادي قد لا يقدم الفيدرالي الأمريكي مستجدات كبيرة، بل قد يستمر في سياساته التحفيزية من أسعار فائدة منخفضة، وكذلك برامج شراء الأصول المتنوعة، والتي ربما سوف يغير توجهاتها بين الأجيال المختلفة للسندات، لكن ككميات شراء أعتقد أنها سوف تبقى قائمة على ما هي عليه. أنا أريد أن أتحدث معك أيضا، وأريد رأيك بالبيانات الاقتصادية الصينية التي صدرت بما يتعلق بمبيعات التجزئة والناتج الصناعي. إلى أي مدى هي تعطي صورة إيجابية ومتفائلة عن مستقبل الاقتصاد؟ بداية يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن الاقتصاد الصيني هو الاقتصاد الوحيد من الاقتصادات الرئيسية في العالم التي استطاعت تحقيق نمو خلال عام 2020، والبيانات الاقتصادية بالفعل أظهرت نمو كبير نسبيا، بل هو كبير جدا فيما يتعلق في الانتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، وأظهرت استمرار التعافي في الاقتصاد. لكن لننظر أيضا إلى تفاصيل أخرى من البيانات الاقتصادية التي صدرت اليوم، ومنها ارتفاع معدل البطالة إلى 5.5%. هذا الارتفاع في البطالة حاليا يقلق بأن يكون هنالك شيء داخلي في الاقتصاد لا يظهر على بيانات النمو، مثل مؤشرات مدراء المشتريات والنمو إن كان في الانتاج الصناعي أو الصناعات التحويلية وغيرها. وهذا ما يجعلني أعتقد بأن الاقتصاد الصيني حاليا استمرارية التعافي الاقتصادي في رهن في استمرارية التحفيزات الاقتصادية، إن كانت من الحكومة في بكين أو كذلك من بنك الشعب الصيني. وهنالك في الأسواق المالية بدأت مخاوف جديدة من أن تتوجه بكين للطلب من بنك الشعب الصيني لأن يقوم ببعض سياسات التجديد النقدي، وبحسب بعض الآراء التي تشير إلى أن ذلك متعلق في مخاوف نشوء فقاعات في أسواق الأسهم والاستثمارات. لكن حاليا نستطيع أن نلاحظ بأن هنالك فقاعات هنا وهناك في الاقتصاد الصيني، منها في أسواق المنازل التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وكذلك في أسواق الأسهم. وهذا ما يقلق بأنه لو توجه بنك الشعب الصيني نحو أي تجديد في السياسات النقدية لديه، فربما سنشهد عندها بداية التراجع من جديد في الاقتصاد الصيني، حتى أن الحكومة الصينية تستهدف نمو مقداره 6% لهذه السنة، وهذا أقل مما كانت تأمل الأسواق أو التوقعات السابقة بأن تستهدف نمو فوق 8%. بالتالي أصبح المتداولون الآن يراقبون أي توجهات من بنك الشعب الصيني تجاه أي تجديد في السياسات النقدية، لأن الاقتصاد في نموه يعتمد على هذه السياسات التحفيزية. شكرا لك ساركيس تشوباريان محلل أسواق عالمية في إيكويتي جروب.